والله كلنا بنتكلم في السياسة، مفيش حاجة اسمها أنا أعتزل الكلام في السياسة، كلنا بنتكلم في السياسة في الشارع وفي الكافيهات وفي يعني ما خشي على الفيسبوك هتلاقي الناس ما بتتكلمش غير في السياسة، ويمكن ده عيب فينا، يعني أنا مش شايف إن دي حاجة حلوة، دي حاجة مش حلوة، لكن في الآخر إحنا كلنا لازم نقول رأينا في وقت من الأوقات لما تبقى بلدنا مهددة فعلا، كل واحد لازم يقول اللي يعرفه على الأقل. بعد مرور 8 سنوات شايفة بكرة ازاي؟ 25 يناير، بكرة ما يعني مش وارد في 25 يناير، عيد شرطة؟ 25 يناير عيد شرطة فقط، طول عمره كان عيد شرطة وهيفضل عيد شرطة، لكن 25 يناير التانية دي لا، دي ما مش اوبشن، لانه الاوبشن ده لما كان مطروح ودانا في داهية، يعني خلاص ده مش سر بقى، ده كلنا عارفينه وكل الناس اتكاوت بيه.